ناقشت أنا وزوجي بموضوع على تويتر. نعم. من بروفايل تاني. نعم. فقال لي بحترم رأيك يا راقية. نعم. مع أني ناقشته بنفس الموضوع بالبيت، قال لي اسكتي ونامي. قد ما ضحكتني هاي القصة، استفزتني. ليه دايما سبحان الخلاق العظيم، سبحان ربي، ليه دايما الرجل ليك أنا بدي مع المرأة اللي ما بتخصه بيكون لا مش من قالك متفهم، كوميدي، دمه خفيف، بنط على الأرض عشرة، خدوم، ما بيحب المصلحة، صوته واطي، حنون، متفتح، راقي، نعوم، كريم. طيب يعني هالصفات هلا رجل بيكون مع اي امرأة خدوم ولطيف وسليس. سبحانه ربي، ليش مين قال بتكوني بالبيت مترجيتي رجها يقيم هالكاسة من هون يحطها هون. طيب يا عزيزتي، اما بس تطلب منه ممكن تكرم عينك بيقوم ابدا بيجيب لك كاسه المي بظبطها. ناقصك شيء بالبيت، جره الغاز بتركب، البردايه بتركب، بتلاقيه بالشغل سبحان الذي خلقه هو الخدوم. بتدري بعدين بانه ما بيخلي بنتها تحمل كيس الا هو بيحملها. هيدي بترجع وحده كاتبه مسج، اي بتقول ناقشت انا وزوجي بموضوع